صباح الخير من جديد. إذا عندك موهبة من أو بأي مجال من مجالات الفن كالتصميم والإبداع وغيره طبعا، بس ما في جهة تدعمك وتسوق لك إبداعاتك، اليوم رح نتعرف على واحدة وجهة من هالجهات اللي ممكن إنها تسلط الضوء على أعمالك، واللي هو سوق فن أعياد. رح نعرف أكثر عنه بالبداية من مديرة مشروع سوق فن أعياد. أهلا وسهلا فيكي أمل حمودة. كمان اليوم رح يكون معنا فنان مشارك بسوق فن أعياد علاء طوالبة. أهلا وسهلا فيك حازم نصار والفنانة هبة واصف. أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، شرفتونا. بالبداية أمل، إذا نقدر نبلش معاكي للمرة الثانية وبنفس السنة بعام 2012 بتقيموا سوق فن، إيش اللي بيميز سوق فن هاي السنة أو هاي المرة عن المرة الأولى؟ هاي المرة حبينا ندخل بجو العيد وموسم العيد اللي هو هلأ بشهر 12، وأعطيناه هو الثيم أو الفكرة أنه يكون الكريسماس أو العطلة أو يعني العيد الأعياد بالضبط. نعم. فكمان نفس الشيء رح يشارك معنا فنانين من مختلف المجالات، إن كان فنون بصرية أو إن كان مثلا تصميم عفش أو تصميم إكسسوارات منزل، في أشياء مختلفة، وفي ناس مثلا بطبخ وبعملوا نوع معين من الأكل، في شخص بده يعمل مثلا من الكراميل بده يعمل توفي وهيك أشياء. فشو اسمه، فهاي المرة كمان نفس الشيء رح يشترك معنا فنانين ورح يكون أكبر وأحلى إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. على هاي مشاركتك الثانية بسوق فن، شاركت قبل هالمرة بشهر 3 وهي المرة الثانية، إيش أضافت لك المشاركة الأولى؟ هلأ أهم إشي كان الإكسبوجر، إنه كان بقدر أورجي شغلي للناس وأخذ رد فعل وأشوف شو رأي الناس في الشغل. كان كتير مهم إنه كان في فنانين مهمين كانوا يجوا على سوق فن وأعطوني نصائح وكانت مفيدة جدا وفادتني كتير. ممتاز. طب احكي لنا عن فنك، إيش بتعمل، إيش بترسم بالضبط؟ هلأ أنا بشتغل أكريليك أون كانفاس، برسم فيجرز وبورتريتس. نعم. بس برسمهم بطريقة شوي انطباعية ويعني مختلفة شوي، مش رياليستيك، مش طبيعي أو نعم. طيب خلينا نعرض عمل علاء لحتى نحكي عنه شوي. لوحتك اللي جبتها معك، إذا نقدر نعرضها ليلى. طيب إذا نعرض عمل علاء ونحكي عنه، اشرح لنا عنه علاء. هلا بيسكلي هذا تفضل أكريليك أون كانفاس، بستخدم فيه تكنيك الأكريليك ووش. نعم. اللي هو بيكون شوي شبيه من الووتر كولر، زي ما تشوفي هو فيجر بس ديستورتد. نعم. ويس وهيك. طيب قديش بياخذ منك وقت لتطلع بهاللوحه؟ هلا انا بشتغل، هي بروسس طويله لانه اول شيء في واحد يقعد سكتشينج يطلع ايدياز ويشوف الافكار وكيف بدها تطلع معاه، بعدين ببلش شغل. انا بشتغل على فترات، فممكن اللوحه تاخذ مني مثلا 3 ايام بس. مش 3 ايام فول تايم شغل، يعني ساعتين ثلاثه باليوم. ممتاز. أكمل لوحة رح تعرض لك بسوق فن؟ أتوقع بين 10 و12. 10 و12. ممتاز. طيب علاء، إحنا بنعرف أنك أنت بتعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات، ومؤخراً سمعنا أنك أنت شوي عم بتحاول أنك تطلع من مجال تكنولوجيا المعلومات وتهب وقتك كله إلى الفن. نعم. أو إلى الرسم يعني بشكل عام، فإمتى رح تقدم على هاي الخطوة، وكيف فكرت أنك أنت تتخلى عن عملك بمجال تكنولوجيا المعلومات وتروح إلى مجال الفن؟ هلا صراحة أنا برسم من أنا صغير، ويعني كانت هواية وحب بالنسبة لي للرسم والفن. السنة هاي قررت إنه بدي أركز على الموضوع أكثر شوي، وإذا بقدر يعني إذا بقدر ويكون في مجال إنه أتحول لفول تايم أرتست، إنه أصير بس أشتغل بالفن وما أشتغل في إشي ثاني. بستمتع أكثر من لما أكون برسم من إني ما أقعد في المكتب، ويعني بشوف حالي كرسام اكثر من اني مدير في اي تي او بشتغل في كمبيوترات او كذا. ممتاز. طيب ننتقل لحازم. حازم اهلا وسهلا فيك. هاي اول مره واول مشاركه لك بمعرض فني بشكل عام، فاحكي لنا بالبدايه انت شو نوع الفن اللي بتمارسه او الهوايه والموهبه اللي عم تعملها. انا اول شيء بلشت الفكره معي انه انا برسم الرسمه لشخص مشهور او ل يعني انيمالز او يعني اي شيء، بقلم رصاص على ورقه ابيض كرتونة. نعم. بعدين بشفرة بقصهم وبحط وراهم كرتونة تاني من لون تاني. نعم. فبتصير الرسمة مبينة زي كأنه 3D، خصوصا اني بحط بين الكرتونتين فيلينجز يعني، فبصير مبين زي كأنه أعطت زي أبعاد ثلاثية. نعم. بلشت فيها من شي سنة، أنا يعني قررت أنه بدي أشارك بسوق فن أعياد لأني شفت سوق فن الأولاني لما رحت وتفرجت على المعرض كثير عجبني. إيش اللي شجعك فيه أنك تشارك هالمرة؟
صراحة أنا شفت إنه يعني الترتيبات ممتازة، تحضير المكان، كيف كل يعني الأشخاص اللي الفنانين منظم التنظيم، حبيته وقلت إنه قررت إني راح أشارك بس يعملوا. أنا فكرت إنه يعملوا السنة الجاية بس طلع هذا هو الثاني بنفس السنة. ممتاز. طبعاً هي هاي كمان هواية أو موهبة أنت بتمارسها، أنت في عندك عمل آخر. مزبوط، أنا بشتغل بمختبر باي لاب، بس هاي هيك بوقت الفراغ يعني، أنا هذا ما بعتبره شغل يعني، بتسلى فيه وبعتبره تسلية لأنه أنا بكون كتير حابه وأنا عم بعمله يعني. ممتاز. طب إحنا هون عم نعرض أعمال هبة. هبة إذا بتقدري تحكي لنا شوي عن رسوماتك وعن التصاميم اللي انت بتعمليها. انا بشكل عام بعمل ديجيتال ارت، يعني برسم اول شيء على الكمبيوتر وبعدين بطبعهم على الكانفاس. نعم. وافكاري بتيجي اكثر من مرات بقرا بكتب، تيجي ببالي فكره او مرات هيك فجاه بدون اي شيء. طب كيف توجهتي لهذا الفن؟ يعني انت من انت صغيره عندك موهبه الرسم، جسدتيها من خلال تطوير هالموهبه؟ من انا وصغيره برسم، وكنت اشتغل من 13 سنه بشتغل از انيميتر 2D انيميتر. نعم. وبس وبرسم دائما لإلي. فهلا من سنتين قررت انه اصير افرجي الناس، يعني طبعتهم على كانفاس وعم بحاول كمان اعمل على بوك ماركس وعلى تي شيرت اشياء، انه بدي افرجي الناس. قررت كيف، خاصه انه شفت كيف، سمعت فيدباك كثير منيح عن سوق فن، انه بيجي من كلنا من كل مكان ناس، خاصه ارتست بيشوفوا شغلي وحيشوفوا شو رايهم فيه، فكتير تشجعت انه اشارك بهلا بسوق فن هذا. احنا بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق. امل اذا بنقدر نرجع لك ونقول زي ما عرفنا سوق فن هالمره اللي رح يكون ان شاء الله من 6 ل 8 الشهر، شهر 12، رح يكون في مشاركه تقريبا ل 70 فنان اردني. فكيف انتم استقطبتوا هالفنانين؟ في اي فنان مثلا بيجي بيعرض لكم اعماله، تصاميمه ورسوماته، وعلى اساسها بتقرروا انه تدمجوه بسوق فن وانه يشارك بسوق فن؟ لا، هلا هي الفكره انه بنفتح بنعمل اعلان. نعم. بنحكي للفنانين اللي بيجوا بحبوا يشاركوا معنا، انه بنحكي لهم في معرض اسمه سوق فن، اذا بتحبوا تيجوا تشاركوا تعرضوا اعمالكم الفنيه فيكم تيجوا لعنا على المكتب، بتقدموا طلب بتاخذوا المحل المنطقه اللي انتوا رح تعرضوا فيها، وبنشرح لهم على كل تفاصيل المعرض، ايش رح يصير، ايش من الفنانين كمان المشتركين وهذا. فيعني هي صراحه يعني مفتوحه للكل. نعم. بس احنا بنكون بنصفي الفكره اللي بننقي فيها الناس المشتركين، اللي هي انه الأعمال تبعتهم بتكون هي أعمال فنية، يعني إن كانت أعمال يدوية أو تحف أو بس كلها أنه مشغولة هن الشغل عم يشتغلوها. عم يشتغلوا فيها. نعم. ممتاز. طيب إيش متوقعين من سوق فن؟ كيف متوقعة تكون ردة الفعل من الأشخاص اللي أنت رح تعرضي أمامهم المعروضات، خصوصا أنه عرفنا كمان رح يكون في نقاد، رح يكون في أشخاص أو فنانين لهم زمن طويل بمجال الفن اللي هم بيجوا بيشوفوا سوق فن. بالضبط. غير هيك هن الفنانين بين بعض المشتركين بيروحوا بيصيروا يتعرفوا على بعض، بيصيروا يعطوا يعني بتصفي، هي بتشكل لهم يعني انتراكشن زي ما بنحكي. بالضبط، تفاعل بين الفنانين بين بعض وبين الناس اللي بدهم يجي يحضروا، وبين كمان نقاد كبار انه ممكن يجي يحضروا المعرض. فهذا للفنانين المشتركين، هاي يعني لهم هاي فرصه كثير يعني مناسبه ليطوروا انفسهم ويطوروا اعمالهم. اكيد ان شاء الله. طيب هبه وحازم، هيك حابين نسمع منكم ايش متوقعين من سوق فن، بما انه هاي المشاركه اول مشاركه لكم. انا صراحه كثير متفائله، خاصة إنه يعني أكثر من حدا شاف رسماتي قبل وحكوا إنهم عجبوهم يعني، فبرضه جابل أشوف رأي كتير ناس أكثر، وخاصة بيكونوا فنانين وبرسموا، لأنه أنا مش كتير بعرف ناس، يعني أوكي أنا برسم وهيك، بس اللي حوالي مو كتير بعرفوا يرسموا، فحابة إنه ناس يكون عندهم خبرة أشوف أنا وين يعني، وأشوف شغل ناس تانيين، بدي أشوف يعني أنا وين وصلت، وبركي كانت هاي إنه فرصة إلي أكبر إنه ناس حد ناس مهمة يعرفوني و يسلطوا عليك ان شاء الله. ان شاء الله. حازم، انا كمان نفس الشيء شاركت بسوق فن مشان بدي الاكسبوجر، بدي اسمع اراء الناس بالشغل اللي انا بعمله، وبدي يعني اعرضهم واشوف ايش ناس بينصحوني، ايش الفنانين، ايش النقاد، او حتى الفنانين اللي مشاركين نفسهم بالمعرض بدي اخذ ارائهم، بدي اشوف يعني بدي اشوف يعني كيف شغلي او وين انا بهذا المجال. قيم نفسك يعني من خلال. نعم. كم لوحه رح تعرض؟ مبدئيا 10 أو 12. وقديش يعني أخذوا منك وقت لاشتغلت عليهم؟ هو بصراحة بتراوح، في أشياء بتاخذ وقت أكثر من أشياء تانية، وفي أشياء برجع بعيدها أكثر من مرة، ويعني بسنة 2012 كلها أنا خلصت 12، يعني تقريبا الواحد بتقعد شي شهر بس. مش طبعا فول تايم، إنه
اها هبه اكمل لوحه راح تنعرض لك. انا في تقريبا 25 وحده لانهم صغار يعني حجمهم صغير. اها ف 25 اللوحه الوحده اللي انت بتصمميها على الكمبيوتر كمان تاخذ منك وقت كثير لحتى تتخيلي مثلا الشخصيه اللي لا مو كثير هلا اهم شيء انا عندي الفكره مجرد ما اجت الفكره دغري تطبيقها بعمله. طبعا الشخصيات اللي انت بترسميها هي شخصيات كرتونيه هي بتكون من نسج الخيال. ايوه كله من خيالي. من خيالك حلو. طيب علاء ايش بتتوقع هالسنه من او هالمره الثانيه بنفس السنه بسوق فن؟ ان شاء الله يكون زي المره الماضيه. المره الماضيه كان كثير جميل. واشوف ناس اكثر، اشوف ناس اكثر واسمع. انا كثير بهمني اسمع. نعم. لانه الفنان كثير مهم انه يسمع الناس شو رايها بشغله، لانه بصير بيعطوه منظور ثاني على شغله، بصير يشوف شغله بطريقه ثانيه. فانا التجربه الاولى كثير فادتني وكثير مهتم هاي المره اشوف الناس بدها تحكي عن شغله. اذا حسيت انه في اقبال منيح وفي رضا عن اعمالك رح تترك مجال تكنولوجيا المعلومات؟ يعني شوي معقده اكثر من هيك. بدها دراسه اكثر. دراسه اكثر من هيك. بتمنى لك طبعا احنا كل التوفيق. امل عم نقول مشاركه ل 70 فنان، فهي اكيد بدها مساحه كثير كبيره لحتى يقدروا يعرضوا كل تصاميمهم وكل اعمالهم الفنيه، فوين رح يكون ونرجع نعيد كمان التاريخ؟ رح يكون من 6 ل 8 12 اللي هو خميس جمعه سبت، ورح يكون بالهنجر تبع راس العين اللي هو مقابل المركز الحسين الثقافي. طبعا في ناس عندهم خوف شوي من انه الطرق رح تكون مسكره او مسكره وهيك، بس لا الطرق رح تكون مفتوحه، واحنا كمان يعني ماخذين احتياطاتنا. نعم. اذا كان الطريق لقدام للبودي للبلد مسكر، في طريق ثاني بديل كمان توصل لراس العين وترجع لعمان بامان يعني، فما في مشكله من هاي الناحيه. ممتاز. أبداً. الدعوه عامه ولا في تذاكر دخول؟ في تذاكر دخول، 3 دنانير على الشخص. 3 دنانير على الشخص. مستاهل طبعا انه نيجي ونشوف هالابداعات المتميزه جدا. انا بدي اتمنى كل التوفيق. شكرا لكم، واكيد احنا بانتظاركم بسوق فن اعياد. هبه واصف، حازم نصار، وعلاء طوالبه، وايضا مديره مشروع سوق فن امل حموده. شكرا لكم، شكرا لجهودكم بتسليط الضوء على اعمال الفنانين الاردنيين. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم.